بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فلازلنا نقرأ في كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ووقفنا عند القاعدة 52، وهي قوله رحمه الله: القاعدة 52: إذا قويت القرائن قدمت على الأصل. وهذه القاعدة قاعدة نافعة تتعلق بالقرائن، والقرائن جمع قرينة، والقرينة هي أمارة تحتف بالمسألة الواقعة تدل على إثبات شيء أو نفيه. القرينة أمارة تحتف بالمسألة الواقعة تدل على إثبات شيء أو نفيه، وسميت قرينة لأنها تقترن بالشيء وتتصل به. وقوله قدمت يعني عند حصول التعارض، وقوله على الأصل يعني على براءة الذمة، فإن الأصل يطلق عدة إطلاقات، والمراد به هنا براءة الذمة. ومعنى هذه القاعدة أن القرينة إذا كانت قرينة قوية في نظر الفقيه وتعارضت مع الأصل الذي هو براءة الذمة، فإن القرينة تقدم على الأصل، وذلك لأنها أقوى منه، والأصل يعتبر آخر مراتب الأدلة. ولهذا يقول العلماء: الأصل الذي هو بمعنى براءة الذمة هو دليل من لا دليل له. يقولون: الأصل الذي هو استصحاب براءة الذمة هو دليل من لا دليل له. وعلى هذا فالقرينة إذا تعارضت مع الأصل لا تخلو من حالين: الحال الأولى أن تكون القرينة قوية، والحال الثانية ألا تكون كذلك. فإن كانت قوية فإنها تقدم على الأصل، وأما إن كانت ضعيفة فإن الأصل يقدم عليها. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: إذا قويت القرينة، فقيد القرينة بكونها قوية. أما إذا كانت ضعيفة فإنها لا تقدم على الأصل، بل الأصل يقدم عليها. والقرينة أحيانا تكون أقوى من الشهادة، كما يقول ابن القيم رحمه الله.
وأحيانا تكون أقوى من الإقرار فتقدم عليهما، وذلك لأن الشهادة والإقرار خبران، والخبر يتطرق إليه الصدق والكذب، الخبر يحتمل الصدق والكذب بخلاف القرينة. ومن أمثلة تقديم القرينة على الشهادة والإقرار، لو أن لأربعة شهود شهدوا على لرجل بأنه زنى بامرأة، ثم كشف على هذه المرأة فوجدت بكرا، فإن هذه القرينة أقوى من الشهادة فتقدم عليها. والقرينة دلت الأدلة من الكتاب والسنة على اعتبارها في الشريعة، على أنها معتبرة في الشرع، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى في قصة يوسف عليه السلام: وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. فهذه الآية فيها عمل بالقرينة، وهي أن قميصه قد من دبر، فدل ذلك على أنه صادق، وأن دعواها عليه دعوى كاذبة. فإن قال قائل: هذه الآية وردت في شرع من قبلنا، فالجواب على ذلك أن شرع من قبلنا إذا لم يرد في شرعنا ما ينسخه فإنه يكون حجة. شرع من قبلنا إذا لم يرد في شرعنا ما ينسخه فإنه يكون حجة، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك لنقتدي به، كما قال سبحانه وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ومن الأدلة القرآنية على هذا قوله سبحانه وتعالى في الفقراء: تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية أحال على القرينة، وهي سيما الفقراء التي هي لحالهم، فإن الإنسان إذا رأى حال شخص تكون هذه الحال قرينة دالة على شأنه، فأحيانا تدل على أنه من الفقراء، وأحيانا تدل على أنه من أهل الثراء. وأما السنة فدل على ذلك أيضا أدلة متعددة، منها ما جاء في سنن أبي داود من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا أتيت وكيلي بخيبر فمره ليعطيك 15 وسقا، فإن أبى فضع يدك على ترقوته فإن ذلك أمارة له. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا جعل وضع اليد على الترقوة، وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والكتف، جعل ذلك أمارة على صدقه وقرينة لذلك.
ومن الأدلة على هذا أيضا ما جاء في سنن أبي داود أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر اتفق مع أهلها على أنهم يجلون عنها على أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء يعني الذهب والفضة وألا يكتموا من المال شيئا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عم حيي ابن أخطب عن مال حيي ابن أخطب وكان قد جعله في مسكن وهو وعاء يحفظ فيه المال وغيبه فقال عم حيي ابن أخطب أهلكته الحروب والنفقات فقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد قريب والمال أكثر من ذلك ثم أمر الزبير ابن العوام رضي الله عنه أن يمسه شيئا من العذاب فلما لمسه شيء من العذاب قال رأيت حييا يدور في مكان كذا وأشار إلى خريبة فذهبوا لها فوجدوا المال فيها فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا اعتبر القرينة وهي قوله العهد قريب والمال لأكثر من ذلك فهنا قرينتان القرينة الأولى أن العهد قريب يعني أن الزمان قريب فليس هناك زمان طويل يهلك فيه المال والقرينة الثانية أن المال كثير ولو كان قليلا لأمكن أن يهلك لكن المال كثير لا يهلك في مثل هذا الزمان فهذا دليل على اعتبار القرينة في الشرع وهذه القاعدة وهي قوله رحمه الله إذا قويت القرينة قدمت على الأصل إنما تكون إذا كانت القوية إذا كانت القرينة قوية لا ضعيفة وإذا حصل التعارض بين القرينة والأصل أما إذا كانت القرينة موافقة للأصل فإنها تكون مؤكدة له فمحل القاعدة هنا عند حصول التعارض ولهذا قال قدمت يعني عند التعارض أما إذا لم يكن هناك تعارض فتكون القرينة مؤكدة للأصل وهذه القاعدة يندرج تحتها لفروع من هذه الفروع المسائل التي يعمل فيها بغلبة الظن وذلك لأن الظن لا يترجح على ظن آخر إلا لدليل وهذا الدليل هو القرينة التي تجعل الظن غالبا فكل مسألة عمل فيها بالظن الغالب فإن فيها عملا بالقرينة ومن أمثلة لذلك أن الإنسان إذا غلب على ظنه أنه صلى لثنتين لا ثلاثا في صلاة العشاء فإنه يجعلها لثنتين عملا بالظن الغالب لأن الظن لا يغلب عند الإنسان إلا لوجود قرينة تقترن به ومثل ذلك لو غلب على ظنه أنه طاف خمسة أشواط لا أربعة
أو غلب على ظنه أنه طلق طلقتين لا طلقة واحدة. وهكذا في جميع المسائل التي يعمل فيها بالظن الغالب، فإن ذلك راجع إلى اعتبار القرينة، لأنه لا يغلب ظن على ظن إلا لقرينة ترجحه على الظن الآخر. أيضا من الفروع التي تنبني على هذه القاعدة مسائل الخلاف التي تكون بين البائع والمشتري، ويكون مع أحدهما قرينة تدل على دعواه. ومن أمثلة ذلك، لو أن شخصا باع شاة على آخر، لو أن زيدا باع شاة على عمرو، ثم إن عمرا جاء بالشاه ليردها على زيد، وادعى أن أذن هذه الشاه مقطوعة فنظر فيها فوجد أن الدم يسيل منها، أن الدم يسيل من الأذن، فسيلان الدم من الأذن قرينة على أن هذا العيب حصل عند المشتري الذي هو عمرو، بخلاف ما لو أن عمرو جاء وادعى أن الشاه نبت لها 3 قرون، أن الشاة فيها 3 قرون، فهذه قرينة على أن هذا إذا اعتبر عيبا كان عند البائع لا عند المشتري. ومثل ذلك لو أنه باع عبدا في الزمان الذي كان يباع فيه العبيد ويشترون، فادعى المشتري عيبا في العبد وهو أن فيه إصبعا سادسا، فكونه فيه إصبع سادس هذه قرينة على أن العيب حاصل عند المشتري لا عند، لأن العيب حاصل عند البائع لا عند المشتري، بخلاف ما لو جاء به ورأسه يثعب دما، فهذا العيب حادث عند المشتري لأن سيلان الدم قرينة على أنه حصل عند المشتري. والعيب في السلع له أحكام كثيرة، والمقصود هنا إنما هو الإشارة إلى العمل بالقرينة إذا تعارضت مع الأصل. وكذلك يعمل بالقرائن في مسائل الخلاف بين الزوجين، فلو ادعت الزوجة لأن الزوج لم ينفق عليها، وكان العرف جاريا بأن الزوج ينفق على امرأته وهي ساكنة عنده في البيت، فيكون ذلك قرينة على أنه ينفق عليها. وهذا إنما يعمل به عند عدم وجود البينات، إنما يعمل بالقرينة عند عدم وجود البينات، أما إذا وجدت البينة كالشهود أو الإقرار فإنه يعمل بالبينة حينئذ لأنها أقوى من القرينة.
ومما ينتبه له مما ينتبه له طالب العلم أن القرائن لا يعمل بها في القصاص والحدود، لا يعمل بالقرائن في القصاص والحدود، وذلك لأن الحدود تدرأ بالشبهات، وكذلك نعم حد القصاص وسائر الحدود تدرأ بالشبهات، فلا يعمل بالقرينة في هذا الموطن عند كثير من أهل العلم، لأن وجود الشبهة أقوى من القرينة فيقدم عليها. هذا حاصل ما يتعلق بهذه القاعدة النافعة في الفتوى وفي القضاء، وهي لأن القرينة إذا قويت فإنها تقدم على الأصل عند وجود التعارض بينهما. قال رحمه الله: القاعدة الثالثة والخمسون: إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه، وإن فسخ فسخا اختياريا لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ. قوله إذا تبين فساد العقد بطل، الفساد والبطلان معناهما واحد عند جمهور أهل العلم، فيطلقون الفاسد ويريدون به الباطل، ويطلقون الباطل ويريدون به الفاسد، إلا في مسائل معدودة يفرقون فيها بين الفاسد والباطل، لسنا بصدد لذكرها. والمقصود بالفاسد هو الذي لا يترتب عليه أثره المقصود منه، وكذلك هو معنى الباطل، ما لا يترتب عليه أثره المقصود منه. فالعبادة الفاسدة أو الباطلة هي التي لا يترتب عليها الأثر المقصود منها، وهو براءة الذمة وسقوط القضاء. والعقد الفاسد هو الذي لا يترتب عليه أثره المقصود منه، فعقد البيع إذا وصف بأنه عقد فاسد فمعنى ذلك أنه لا يترتب عليه الأثر المقصود منه، وهو ملك العين. وعقد الإجارة إذا وصف بأنه فاسد أو وصف بأنه باطل فمعنى ذلك أنه لا يترتب عليه أثره المقصود منه، وهو ملك المنفعة. وهذه القاعدة تترتب هذه القاعدة تتعلق بالأثر المترتب على فساد العقد أو على صحته، فهذه القاعدة تتعلق بالأثر المترتب على فساد العقد أو على صحته. فإذا تم عقد ثم تلته عقود أخرى، إذا تم عقد على سلعة ثم تبعته عقود أخرى، فالعقود الأخرى التابعة له هل تكون صحيحة أو تكون فاسدة؟ هذه ينظر فيها. فإن كان العقد الأول عقدا باطلا فالعقود الذي تليه عقود باطلة، وإن كان العقد الذي إن كان العقد الأول عقدا صحيحا فإن العقود التي بعده عقود صحيحة.
وإيضاح ذلك أنه إذا تعاقد شخصان مثلا لعقدا كعقد بيع أو عقد لشركة أو عقد لإجارة أو نحو ذلك من العقود، ثم تبين أن هذا العقد عقد فاسد إما لاختلال ركن من أركانه أو لاختلال شرط من شروطه أو لوجود مانع من موانع صحة العقود، فإن جميع العقود التي تكون بعده على العين يحكم عليها بأنها عقود فاسدة، جميع العقود التي على العين بعد هذا العقد يحكم عليها بأنها عقود فاسدة، لأن ما بني على أصل فاسد يكون فاسدا، ما بني على أصل فاسد وهو العقد الأول ليكون فاسدا. وبناء على هذا فإنه يرجع كل واحد بالثمن لمن باع عليه، يرجع كل واحد بالثمن لمن باع السلعة عليه. فإذا باع زيد سلعة كسيارة مثلا وكان زيد سفيها فباع السيارة على عمرو وباعها عمرو على بكر، فإن هذا البيع بيع فاسد لوجود خلل في ركن من أركان العقد وهو البائع فإنه سفيه، فيترتب على هذا فساد بيع لزيد السيارة لعمرو، ويترتب على هذا الفساد فساد بيع عمرو السيارة لبكر، وذلك لأن ما بني على فاسد يكون فاسدا. ولهذا قال الشيخ: إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه، يعني ما ترتب عليه من العقود، إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه، يعني أنه يترتب على ذلك لبطلان العقود المبنية على هذا العقد الفاسد. ومقابل هذه الصورة، إذا كان العقد عقدا صحيحا فإن الآثار المترتبة عليه تكون آثارا صحيحة، فإذا فسخ المتعاقدان العقد فسخا اختياريا بإقالة فإن العقود التي بعده لا تكون عقودا باطلة بل تكون عقودا صحيحة، لأنها مبنية على أصل صحيح، وما بني على أصل صحيح فإنه يكون صحيحا. ولهذا قال الشيخ: وإن فسخ، يعني العقد، فسخا اختياريا وذلك بأن يكون بإقالة أو يكون بخيار، لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ، فالعقود التي حدثت وحصلت قبل فسخ العقد فإنها تكون عقودا صحيحة، وذلك لأنها مبنية على أصل صحيح. وحينئذ يدفع البائع للمشتري الثمن
ويدفع المشتري للبائع مثل الشيء، مثل العين إن كان مثليا، أو قيمته إن كان قيميا. أما العقود التي قبل حصول الفسخ فإنها تكون عقودا صحيحة، لأنها مبنية على أصل صحيح. ولهذا قال الشيخ كما قلنا: وإن فسخ يعني العقد فسخا اختياريا، يعني باختيار المتعاقدين، إما بإقالة وإما بغير ذلك، لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ، يعني بل تكون صحيحة لأنها مبنية على أصل صحيح. وما كان مبنيا على أصل صحيح فإنه يكون صحيحا. فإذا موضوع هذه القاعدة هو الآثار المترتبة على العقد الفاسد والعقد الصحيح. فالعقد الفاسد تكون الآثار المترتبة عليه فاسدة، والعقد الصحيح تكون الآثار المترتبة عليه صحيحة. قال رحمه الله: الرابعة والخمسون، يعني القاعدة الرابعة والخمسون: العبرة بالمعاملات بما في نفس الأمر، يعني الاعتداد في المعاملات بما في نفس الأمر، يعني بحقيقته. وهذه القاعدة تتعلق بالمعاملات، والعلماء يفرقون بين المعاملات والعبادات، فيقولون: العبادات العبرة فيها بما يغلب على ظن المكلف، أما المعاملات فالعبرة فيها بما في نفس الأمر وهو حقيقته. وإيضاح ذلك بالمثال: أن من تردد هل صلى ركعتين أو ثلاث ركعات وغلب على ظنه أنه صلى ثلاث ركعات في صلاة المغرب أو في صلاة رباعية أو في صلاة الفجر، إذا شك هل صلى ركعتين أو صلى ركعة زائدة، فغلب على ظنه لأنه صلى ثلاثا، فإن العبرة بما غلب على ظنه. ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. فقوله فليتحرى يعني ليعمل بما هو أحرى، وهو ما يغلب على ظنه، ويعمل بهذا في سائر العبادات. فإذا غلب على ظنه أنه طاف ستة أشواط فإنه يجعلها ستة عملا بما غلب على الظن، وإذا غلب على ظنه أنه رمى في الحج بأربع حصيات لا بثلاث فإنه يجعلها أربعا، لأن العبرة في العبادات بما يغلب على الظن. أما في المعاملات فليست العبرة فيها بما يغلب على الظن، وإنما
العبرة فيها بما في نفس الأمر. وعلى هذا إذا باع سلعة يظن أنها ملكه ثم تبين له بعد ذلك أنها مملوكة لغيره، فهل يعمل بحقيقة الأمر فيحكم بأن البيع باطل؟ هل يعمل بما في نفس الأمر فيحكم بأن البيع باطل؟ أو يعمل بما غلب على ظنه عند العقد فيحكم بأن البيع صحيح؟ والجواب على ذلك أنه يعمل بما في نفس الأمر، لأن هذا في باب المعاملات، والمعاملات يعمل فيها بما في نفس الأمر لا بما يغلب على الظن. وكذلك لو أنه باع سلعة يظن أنها مملوكة لغيره، يظن أنها مملوكة لزيد، وزيد لم يوكله في بيعها، ثم تبين له بعد ذلك أنها مملوكة له هو، وذلك بأن يكون الأمر اشتبه عليه، فباع سلعة يظن أنها مملوكة لزيد، وزيد لم يوكله في هذا، ثم تبين بعد ذلك أن هذه السلعة التي باعها مملوكة له هو، فهل يحكم بأن البيع صحيح عملا بما في نفس الأمر، أو يحكم بأن البيع فاسد لأنه عند العقد يظن أن هذه السلعة ليست مملوكة له وإنما هي مملوكة لزيد؟ والجواب على ذلك أنه يحكم بأن البيع صحيح، وذلك لأن المعاملات العبرة فيها بما في نفس الأمر بخلاف العبادات. فإن قال قائل: ما وجه الفرق بين العبادات والمعاملات؟ أي لماذا جعلت العبرة في العبادات بما يغلب على الظن، أما المعاملات فجعلت العبرة فيها بما في نفس الأمر؟ لماذا فرق بين البابين؟ والجواب على ذلك أنه فرق بين البابين لأن العبادات حق لله سبحانه وتعالى، وحق الله عز وجل مبني على المسامحة، أما المعاملات فهي حق للآدمي، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة. وهذه القاعدة من القواعد النافعة، وقد ذكرها أيضا الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، ذكرها في قواعده. قال رحمه الله: 55: لا عذر لمن أقر ولو ادعى غلطا. هذه القاعدة سوف يكون الكلام عليها في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل لي وللجميع التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.